فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد بعض الناس يذهبون إلى بلاد الكفار لبعض العمليات الجراحية، ثم يقدر الله عز وجل أن أحدهم يموت، ما ندري هل غسل أم لا، ثم يوضع في صندوق يعني مقفل ويعني يرجعونه إلى أهله، فكيف الحل؟ هل يدفن بهذا الصندوق أم يفتح الصندوق ثم يغسل ويصلى عليه؟ إذا علمنا أن الذي تولى غسله مسلم فالغسل الأول لك، ثم إن علمنا أن هذا المسلم صلى عليه فقد سقطت الفريضة، لكن لا مانع أن تعاد الصلاة مرة ثانية. وأما دفنه في التابوت فلا، يجب إخراجه من التابوت ويدفن كما يدفن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بقي عليه، فإن علم أن الذي غسلوه أن الذين غسلوه كفار فهذا التأصيل لا يكفي، لأن تأصيل الميت عبادة ما هو تنظيف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسط، والعبادة لا تصح من الكافر.